ووصل عدد من الشهداء وكما تشاهدوا بهذه الصورة لا تزال سيارات الإسعاف يعني تصل للمنطقة وتصل لمستشفى شهداء الأقصى حاملة معها عدد من الشهداء والإصابات الملاحظ والمؤلم كما شاهدنا ويعني زودنا الزملاء بمشهد عبر غرفة التحكم بأن الأطفال يأتوا شهداء ومكتوب على أقدامهم وأيديهم أسماءهم قبل أن يرتقوا شهداء هذا المشهد تم توثيقه داخل مراكز الايواء وبالمنازل تخوفا من استهدافهم بشكل مفاجئ ويتم التغلب على معرفه اسمائهم فيحاول وتحاول العائلات كتابه اسماء ابنائهم وهم احياء يتم كتابه اسمائهم على الايدي والاقدام وهذا المشهد شاهدناه قبل قليل وبامكانكم مشاهدته كذلك قبل لحظات الطارات الحربيه كذلك اغارت على منزل غرب او شمال غرب مدينه دير البلح لا تفاصيل حول هذه الغاره لكن لاحظنا قبل قليل ضربات جويه من المقاومه الفلسطينيه اطلقتها باتجاه طائرات الاحتلال وايضا توجيه ضربات صاروخيه باتجاه كوسوفيم حيث دوت سفرات انذار قبل دقائق من الان داخل موقع وكيبوتس كوسوفيم الى الشرق من محافظه الوسطى وسط قطاع غزه نعم.